أو كليماندوس كمان، وأوريجين، أوريجانوس. كانت المسافة بين الفلسفة والدين المسيح قريبة جدا. ومن المدهش أن آباء الكنيسة هؤلاء كانوا يدرسون على يد أمونيوس ساكس الفيلسوف الوثني، وأنه أفلوطين واحد من أهم الأسماء كان يعني زميل دراسة لهؤلاء على يعني كرسي واحد يجلس مع كليمان وأوريجين. ثم تفرقت السبل، وبعد بضعة عقود من الزمان تصبح الوثنية هي الشر المطلق. هذا حدث في زمن هيبة، فالإشارة إلى كليمان 240 وهيبة 400 في حوالي 130 140 150 سنة، تم فيهم تحول دراماتيكي جدا لموقف العقلية الكنسية إلى معاندة شديدة جدا للتراث الوثني، مع أنه آباء الكنيسة الأول كانوا يعني يستفيدون من الموروث الفلسفي الوثني. هذا ما يحصل في السياسة حاليا، يكونوا حلفاء ومن ثم يصبحوا ولكن أعداء. السياسة أسرع. لا، هنا نحن نتحدث عن عملية ذهنية ضخمة كان لها مدارس، المدرسة الفلسفية اللي كان بيديرها أوريجانوس مدرسة فلسفية، ولكن ولذلك سيصبح أوريجانوس بعد ذلك في مجمع مسكوني هنا، مجمع محلي ليس مسكونيا، يعني مش عالمي، إنما هو محلي في الإسكندرية سنة 397. الأسقف أو البابا ثيوفيلس حرم نسطور وأخرجه من الديانة، وطرد الإخوة طوال القامة اللي هم الإخوات كانوا رهبان وكانوا متميزين بطول القامة، طردوا من أنطاكيا. مع أنه أوريجانوس ده يعني أحد المنارات الكبرى في تاريخ المسيحية، وعنف ثيودور بالرغم من وفاته كمان اعتبروا أنه هو كان في دار المصيصي. نعم كمان بآخر فترة، بس نستور حطوه على جنب أيضا، كمان اعتبروا تيدور أنه كل أفكاره كمان كانت إلى حد ما. لا، هو في الحقيقة نستور كان مفكر، ولكن تيدور ظل راهبا حتى مات، يعني كان في دايره. نستور أصبح أسقفا للعاصمة الإمبراطورية، ولذلك صدرت منه يعني بعض الاجتهادات، الافعال مش الاجتهادات عنيفه جدا، ولذلك كان الراهب هبه مصدوم. هو يحب نسطور، ولكن الراهب هبه كان يشكك اذا نسطور صدر منه هذا الكلام، وعندما جاء ليساله حصل شيء اخر ولم يساله. لانه هو في روايه عزازيل هي ليست بحثا في تاريخ الكنيسة، هي رواية، فأنا محكوم بالزاوية التي يرى منها الشخصيات الأحداث، ولكني لا أسردها. هذا يمكن ما فعلته في اللاهوت العربي مثلا، فلابد أن نراعي الشكل الذي نقدم فيه الفكرة. الحقيقة يا هيبة أن الأمر كله تلبيس، فإبليس هو المحرك الرئيس لكل ما جرى قبل 100 عام في مجمع نيقية. أعني بإبليس شيطان السلطة الزمانية التي تغلب سكرتها الناس، فينازعون الرب في سلطانه ويتمسعون فيما بينهم فيفشلون، وتذهب ريحهم بددا، تغلبهم أهواؤهم فيتحامقون ويخالفون روح الديانة سعيا لامتلاك حطام الدنيا الفانية. دكتور
دكتور يوسف تقول أنك لن تفهم التراث الإسلامي ما لم تعد إلى فترة المسيحية. طبعا. كيف؟ طب مش كيف، هو كده يعني مش المسيحية وبس، هو ما قبل الإسلام. الحضارة العربية الإسلامية كان الإسلام أو نزول الوحي طبعا هو الطفرة الكبرى، ولكن لم تبدأ من فراغ. احنا اعتدنا إدانة ما قبل ذلك أو التعامي عنه، فنقول مثلا عن الزمن ما قبل العربي ما قبل الإسلامي زمن الجاهلية ونستريح، والزمن الديني حتى ما قبل الإسلام، الإسلام بيعترف طبعا بالمسيحية واليهودية ولكن لا يكترث بالنظر فيهم. حتى على مستوى اللغة، العلاقة بين اللغة العربية وبين السريانية والعبرية نحن لا ننظر في هذا، فتكون النتيجة نحن نتصور الأمور بشكل إنها تم كمعجزة. دكتور يوسف، كيف اخترت أسماء هذه الرواية؟ لأن البعض يقول أن هناك اسم الراهب القبرصي كازاري، يقولون أنه لم يأتي بمحض الصدفة، بل كنت تدل على مجموعة الكازاراس التي تؤمن بألوهية المسيح وليس فقط بتجسده واتخاذه جسدا من مريم العذراء. والله ما هو أنا عجبني الاسم وخلاص يعني واستعملته. هل من المعقول أن يعجبك هيك اسم وحضرتك الذي تنقب وتعرف مثلا في التراث وفي التاريخ؟ طب ما أنا كان عجبني قوي اسم مارتا مثلا، مارتا في السجان يعني السيدة. أوكتافيا أيضا وقع اسمها عندي، فبالتالي النقاد من حقهم ان هم ينبشوا ورا الحاجات دي ويشوفوا دلالات الاسماء، ده شغلهم. انا كتبت مشاغب في الكتابه. هو انا دلوقتي لو هضع مذكرات تفسيريه لكل عمل ادبي يبقى افقدت معناه. هناك الاب يوتا، ويعني على ما اعتقد انه اسم مستعار، يحضر لكتاب بعنوان تيس عزازيل مكة. لا نشره السنة اللي فاتت. ولكن لم يعرف الاسم الحقيقي له. لا هو شخص. طب ألا تخشى أن يصبح الأدب ساحة معركة بين المسلمين والأقباط في مصر؟ يا رب. إذا كانت ساحة المعركة هتبقى الأدب والفكر، طب كويس قوي. أنا كل حذري من العنف الحسي. يعني احنا مختلفين او مختلفين الان فنتحاور، ولكن الخطورة في ان يتوقف هذا التفاعل على اعتبار انه هناك شخص هو ممثل للاله في الارض، وبالتالي فهو يحيي ويميت ويرى المختلف معه لا يستحق الحياة. هنا يبدأ العنف المقدس. هل تعترف بوجود تابوهات في الادب؟ هل يمكن أن نكتب كل شيء نشعر به أو نفكر به؟